مريح باعتبار انه اللي قاعد يصير هو النتيجه للعجز المتواصل. احنا كما تعرف الكل وعلى اثر ما ريتوه، احنا في الندوه الصحفيه اللي اليوم عقدوها 3 قطاعات حبينا نطلقوا صيحه فزع، حبينا نورين نعلموا الراي العام اللي اليوم القطاع الصحي العمومي ما بقاش قادر انه يقدم الخدمه اللي فيها الحد الادنى واللي تضمن كرامه التوانسه، بل بالعكس زاد اليوم المرفق العمومي ولا يدفع بنا احنا كل مهني الصحه نحو السجون في ظل غياب النصوص والقوانين اللي تضمن حق المرضى وتجنبنا ويلات السجون باعتبار شبهات الفساد. اليوم كما تعرفوا قضايا منشورة في كل الجهات البلاد، الخلفية هي شبهة الخطأ الطبي، ولكن نعتقد اللي اليوم هذا الكل صاير باعتبار أنه وزارة الصحة ما كلفتش نفسها معناها عنا أنه تجتهد في اتجاه استثنائي باش تجنبنا اليوم ويلات معناها الذهاب إلى السجون والإيقافات. كان أنا الرفض العمل في المؤسسة الصحية اليوم العاملين في قطاع الصحة الأطباء